دايرين؟ لاباس عليكم حاليا؟ كلشي بخير، الله يحفظكم ويرمركم والله يرزقكم بخير. اليوم عندي شي تحديات غادي نديروهم، ولكن قبل ما نبداو هاد التحديات الله يجازيكم بخير، اللي كيتخلع او اللي عنده القلب ضعيف من الاحسن بلا ما يتفرج. الله يرزقكم. هذا التحضير انا كنقوله من البدايه قبل ما نطول في الفيديو باش ما تقولوش راه حتى الاخر عاد قالها. الله يجازيكم بخير، اللي كيخاف من الاحسن ما يتفرج. تبعوا معايا هذه المتابعه ان شاء الله بحول الله. انا جيت حضرتكم هنا قبل ما نبدا التحدي، وبقاو معايا. فاطمه، نعم، عندي معك واحد التحدي. بسم الله غادي نديره. هي سهل سهل، عندنا غير الشاشه ديال التلفازه، غتبقاي متبعه معها واحد النقيطه، غتمد دير اليد ديالك وغادي تتبع هذيك واحد شي ما تخافيش، واحد الطريق كاين غادي نديرها لك في الشاشه ديال التلفازه، غتبعي معاها. عندنا جوج تحديات، واحد التحدي دابا ياك، وواحد التحدي بالليل. واخا مرحبا. غير هي ويلي هي مشيتي هنا للعربيه، واش تقدري تخرجي بعدك في الطريق؟ هي صعيبه شويه. ها هي صعيبه شويه حيت ما عارفاش البلايص بزاف. خليها من غير البلايص. من غير البلايص. اه، واش كتخافي؟ داك الخوف كيكون كيكون. قولي لي شنو الحوايج اللي تيخلعوك في الليل هنا في العربيه؟ الحوايج اللي كيخلعوك في العربيه؟ حوايج الكلاب. أه؟ حاشاكم، هذه اول حاجه. أه؟ وثاني حاجه الا مشيت وعيط لي شي حد نقدر نخاف، ولا مشيت شي بلاصه اللي هي فيها الخوف كتجيب لي الخوف من هكاك. اخا كنخاف من راسي. دابا هذا راه ما عنده حتى علاقه باللي غندير انا وياك دابا، غير هي قولي واش مثلا كيخلعوك شي حوايج بحال هكا كيكونوا كيعاودوا شي حوايج؟ كاين حنا بنادم وكاين واحد الحاجه اخرى. هادوك هما اللي كيقطعوها فيا. صحيح. المهم علاش كنسولك هذا السؤال؟ المهم حنا غادي نمشيو دابا، غادي ندير انا وياك مسابقه ملك السلام. نوضي غادي ندير انا وياك واحد المسابقه، واحد التحدي على التركيز في الشاشه. بسم الله. غنبداو بهذا السهل ديال التلفازه، من بعد ندوزو للتحديات الصعاب. غير كما قلت للمشاهدين قبل، اللي عنده القلوب ضعيفه وداكشي كتامني بداكشي ديال الجنون ما كتخلعتي. لا واسمعيني، واش كتامني داكشي ديال الجنون؟ ما كنتش كنعرفه، ولكن وليت دابا تنعرف. كتخافي؟ وليت كنخاف. ضروري نبداو حنا بعدا بالسهل هو الاول. نبغيك هذه ما حد هي كتحرك، ما خصكيش تفوتيها او لا تاخري هذه النقطه هذه، غادي نخدموها وغتمي غادي تتابعها غير وشو وتركزي بيديا. اه غادي نبداو ناكتيفيوها. بسم الله، واحد جوج، يلاه تبعيها، ما خصهاش تفوتك، ما خصهاش تفوتك. تبعيها 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 تبعيها. مالكي يا وطي؟ بسم الله الرحمن. شنو اللي كاين؟ مالكي؟ انا عندي كي جاتك؟ صعيب صعيب. والله ما ظنيت انا غادي نتبع ما هذيك، غادي نتبع كما طراتش انا غير صاحبي. المهم كي جاتك هذا؟ صعيبة وزوينة. علاش بريباريتك في الاول؟ كيفاش كتخافي من الجنون وهادي باش تخافي بعدا باش تخافي؟ أيوة اللي راه كنخرج تاكل بسم الرحمن الرحيم، بسم الرحمن الرحيم، والله حتى كنخاف ما نكذبش عليك. المهم هذا تحدي خفيف، دابا انت غتمشي تجيبي لنا الضحايا اخرى. اللي بغيتي ماشي مشكل. يلا شكون غتجيبي دابا؟ نجيب الطاره. ما ديريش غير وحدهم، مرة كبيرة. صافي؟ يلا بسم الله جيبي لنا الطاره. ولكن بغيت نسولك واحد السؤال. اه. واش عتمن حتى هو دخل في هذا الشيء؟ راه بغيت ندخل حتى هو، ما نعرف واش لا واش عارف ولا ما عارفهاش. المهم نديروها على الله، نديروها على الله. نديروها على الله، كنعرفها هي اللي ما عارفهاش. كنعرفها ما عارفها. يلا سير. ولكن خاص مثلا الطاهر ما يحضرش معانا. اه يلا سير. يلا نمشي نجيب الطاهرة ونمشي. سير. شديتيها في الشاشة؟ التحية الثانية جاية. بسم
بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. كم السلام. مرحبا بك الطهرة. الله يكرمك. تحدد الزنا. مرتي لاش عيطنا لك. مرحبا. عندنا لك واحد تحدي. مرحبا. عندنا جوج تحديات. أيه. واحد تحدينا في التلفازة كما كتبان لك الشاشة. أيه. ياك. ونعرفك إنسانة قوية. أيه. مرحبا. كتخافيش بالليل. لا. ها؟ ما نعرف. كيفاش ما نعرف؟ شوية. كتخافي بالليل. كنخاف. المهم غنديروا بعدا التحدي السهل دابا بالنهار وبالليل غنديروا تحدي اخر ديال الليل. ديال الليل. امونتي ايوا فاطمه تاهي راه معاك. مالكي؟ مرحبا. ما جبتي غير الخوافات بجوج. مرحبا. لا لا والطهر اجي لا ملي معايا. والله ما نخاف. يا كنتي قديمه هنا في لا واخا قديمه ولكن تكونوا احنا زوج والله ما نخاف. لا كل وحده دير تحدي بوحدها. ولا تبغيتي فيا انا الخدمه حيت تكونوا بزوج وحده غتشد في وحده هكايده فهمتي؟ هذاك النار فاش وصلنا انا وياك باش شحال انت شدي وانا غنشد ولا وحداتك وحده هذاك الشيء اللي كاين وحده غتعاون وحده يوم كنت بوحدي غنغوت عليك نخليك انايا بوحدك لا ما يمكنش خصنا نمشيو بجوج نبداو دابا بالسهله يلا هي دابا السهله التركيز يلا انا جيت تفضل معايا الشاشه بدات كتقرا سوره الفاتحه وتبعتها سوره الفلق. الاسلام واحد النعمه اللي هي كبيره. الانسان دائما يستعن بالقران ودائما يستحضر آيات القرآن. شوف بكل صراحة يعني أول حاجة كانت ما بينت حاجة بيننا غير هاد الشيء ماذا وبدأت هي كتقرأ القرآن يعني بحال حاسة كاين شي خوف ولكن هي غادي نشوفوا الشجاعة ديالها ونشوفوا كي الطهرة شنو غديري ونشوفوا القوة ديالك اللي كتقولي أنا راه كنمشي نسرح في بلاصة فلاني ونجيب كذا وكاع ما تنخاف وكنمشي بالليل. غنشوفك اودي الطهرة تبعي على لا تبعي شوية عليك هانتي هانتي غادة شوف راكي شجاعة زيدي زيدي يا الطهرة زيدي ما بقى لك والو ما بقى لك والو عندك شوية عليك عمي يمتي يقلب هاي عمي يمتي يدي ابنك يترعدو دي الطهرة يا شنو ما فين داكشي ديالك ها ولكن بيني وبينكم رغم ذلك ما قفزتش بزاف ما دي ما نساليها ماشي بحال فاطمه اللي تهزات من بلاصتها ولكن تبارك الله عليك الطاهره انت دوزتي الستاج ديالك وعلى سلامتك سيري جيبي لنا دابا شي ضحيه اخرى. اجيب ابراهيم اجابت عبد الله هو اللي جابت الاول كيفاش نخاف؟ شنو كيخلعك كاع في الليل؟ انا نجينا ونجيك وداكشي ديال داكشي ديال داكشي واخا المهم حنا غنبداو دابا انت تقول حنايا عيالات ما تنخافوش هو انا ماشي انا قاعد تنخافو ماشي هكاك حنا اللي درنا نخاف في روسنا نقدر نلقاو شي حاجه قدامنا صافي قلتي بسم الله راه ما تخافيش المهم انا لقيت واحد الدجاجه وغادي في الليل قدامك غير غادي نقدر عمدي تقدر تهرب من عمدي وعمدي ايوا شتي ايوا راه قلت لهم لا شكون كنهرب ما كنهربش ما نهربش هذيك الساعه تبان الرجوله تبان وي اجي يا جماعه انا خصك تحشم بينا نقول لها حنا ما نخافوش الراجل ما يخافش ما نخافش كانوا تيخافوا ها
هاكا راه قال راه قال هذا اللي كيخافوا ولا ملي ما كيخافوش هذا اللي خافوا نقدر نهرب راه في الاول بحالي انا ما نقدر نخاف نقدر ما نخافش ها لا واش قلت نخاف نقدر نخاف قد ما نخاف دابا من الناس انت من الناس اللي كيخافوا ولا لا كنت من كون معاوني كنت كيخافوا دابا فاش نخاف دابا القوه هادشي اللي بغينا الشجاعه غنبداو دابا هذا ديال النهار ديال النهار ديال النهار انت عندنا واحد الكره شوف هذاك حتى ترعد خايفه عليك شوف لا ما فيش حاجه لا شوف عندنا واحد الكره غتم غادا تبعد الطريق ياك وهذيك الكره ما خصكش تسبقها الا نجحتي في هذا التحدي الا ما سبقاتكش ولا ما سبقتيهاش في عشيه عاوتاني ندير ديال الليل ونشوفك واش غتكون عندك القوه ولا لا دابا انا من التحدي ها عبدي لا كلنا كنا غندوزو قدامنا انت قدامك لا لا كلنا 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 راه هي ديك الكره كاينه الحمراء ها الحمراء دايزه غتمشي بداك الطريق السابقه غادي نعطيك واحد المسطره وغادي تتبعها خصك تم غادي معها نقاد الا فاتك صافي ما غاديش دير المعنى ديال الليل ولا سبقتها لا ما خصكش تسبقها ما خصكش تمشي معاها دابا تعاود شويه بها هذيك فيها التركيز يعني كتقول لك دابا انا قول لهم انت الاول بسم الله ما جات ما جات ما جات قاعد هذا مالو بعد هذا القصار اجي تشوف قراها يلا زيد اخويا زيد خويا دابا غندوزو نشرو شويه اجي هنايا هذه هي قصب التاله فيها الشمس ها انت غادي تم غادي هاد الكره غتم غادي كتمشى وانت غتبحها بهذا عارف طبعا ولكن كما قلت لك خص الورقه خص الورقه فوق راه غادي معاها تم غادي معاها كتوصل بلاتي 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 يلا سير زيدي زيدي الطهره زيدي الطهره هنا زيدي زيدي يلا زيدي بلاتي بدات عندك وما تفوتش ما تفوتش ما تفوتش بلا جيب كاغت تلوى خلعتيش ما خلعتيش لا 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 صافي صافي لا لا برافو عليك انا وياك ربحنا دازت دازت انا داروها لي البنات والله ما تخلعت دابا باينه خصكم عندك دازت 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 دابا غادي تمشي عرفتيش غتجيبنا دابا غتجيبنا ابراهيم ابراهيم ما يخافش لا كون كان فيها الصوت انا نقدر نخاف لا لا صافي انا بدلت الصوت غادي صافي غادي تجيب ابراهيم لا كان صوت خاف لا تخاف انا قلت الصوت قبيل عليه هو يتخاف لا لا صافي غادي تجيب ابراهيم لا لا ما تخافش ها هو راه عبد الله جاي ايوا زيد سير بعد الدخول خويا ابراهيم زيد مرحبا بك حنا في الدوار هنا ابراهيم خويا كل واحد عنده السلام عليكم ورحمة الله واش انت تضغط عليا انت تقول لي هذا الله تبارك ورانا خاصني العرض عليك تا بران كيفاش بران تا براني والله هذيك انا صعبه باقي نشوف والله تا مازال انا ملي كنجي هنا والله صاحب بلادي والله تا مازال ونعاود نكرر لك الهضره اللي قلت لك نعاود هضره كولا والله تا مازال براني ها ابراهيم والله كيعاني حنا الله ديال فيها دابا انا ما تقلقش عليه انا حقدش المغرب كامل ديالنا في المغرب حنا مسلمين الله الحمد لله سبحانه وتعالى شوف عندنا اب واحد وام وحده اللي هي ادم وحواء خالق المقاصح قول اخويا قلت لك كيف راني يا بيلا صاحبي انا هزه كمانجه ديال القصدير انا غنعاود نكررك الهضره قلت لك واحد الهزه انت ولا انا انت النهار اللي جيت انا كنت هادي اللي جيت عارف بيدك ويا عبد الله ضربني كنت كنعجبني ديك المزيكا علاش ديني الزبده يا مال يا هو كيعجبني هذيك المزيكا ديالك كتعجبني هذيك النوطه وهذا ما كنقولش عزيز عليا عندك مع سميتو مع الجوله وكتسرى ولا ضروري الجوله ضروري لا الجوله ضروري والجوله اللي كتقرك اي بلاد الحمد لله ما متفقش معاك الحمد لله بالله والله تا باللي صافي ولكن احترام وكتمشي حاضر راسك جاي حاضر راسك ما كاين حقا منين جبتي لي هاد القضيه اللي كتصافر بالليل وداك الشيء شنو اللي كيخلعك بالليل شنو اللي كيخلعني بالليل لا هذا غير كنسول ما
تخلعنيش صافي الحمد لله هادشي تنتكل على الله تنتكل على الله هادي ديال العروبيه كنسمع شحال من تيقول انا كنخاف نمشي للعروبيه كنخاف نمشي في الغابه نمشي في لا ما نمشيش انا في داكشي في الليل لا ما نمشيش بصح لا بلاتي ما نكذبش عليك عرفتي واحد النهار شوقع عليا راه قلت واقيلا عدتين قاسم كان كيعس هنا على الصفريوي وانا عارف البلاصه ماشي معارف ديجا تنمشي نجي نمشي نجي واحد النهار قال شكون غيدي العشاء ما كاينش اللي غيدي العشاء انا قلت زعيم غندي انا المسرب انا عارف المسرب ما غيدوز انا مشيت من تما دخلت فين وليت وتشي جيت الحجير شوف فين صدقت وتشي عارف خوك ديال الدار مو عشرة قر 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 بصح كاين شي الليل كيبقى ديك الصاده تيرجع اللحم كيتشوف جماعة عادي غاتشوف كيف كيف عادي داك هادشي كان كيجر وانا بقيت كنقلب ويلي وانا راه فات قاسم وانا بدا نغوت قاسم هو يقول ها هو انا عارف رباح انا رجعت ثاني مع الطريق مشيت مشيت دابا في الليل يمكن نكون جاي عاوتاني من نكون في القهوه وشي حاجه نكون جاي تندخل في داك الزرب راه عطيت ليا كيولو بزاف اقسم بالله ما تيبانش ليا ما نحتاجش المدينه مأطرة ليا على عيب الضو وفترة الضو راه ماشي كيف كيف راه دابا ماشي كيف كيف تيخلعنا من كثر ما دير دوك الشعاب وبالليل ودوك الاصوات كاين شي اصوات بس كيخلعوني كاين بعض البلايص كتوصل لي من حمك تيشوف وهذوك هما تيخلعوني شي مره ماشي هذوك هما تيخلعوني لا كاين فري بس السدرتين هادو راه فيهم هنا السدرتين شوف خلينا نبداو دابا الفرجه ديالنا شوف دابا غنديرو حنا كاملين التحدي ياك بغينا نديرو التحدي غنديرو دابا بنهار ياك وبالليل عندنا تحدي اخر ياك على 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 الخوف مرحبا انا خوف 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 الصراحه لا دار معلميني الخوف يا رجوله هاتي لا رجوله ماشي لا لا ما ولاش انت ابراهيم اخويا اجي حدايا مرحبا شكرا سيكلامينا ها اجي ولا بغيتي سميتك ابراهيم لا نستافد احنا نستافد انت غادي هاد النقطه غنبقى تمشى ولكن راه ما نبغيش هاد الكارت هذا الرز ديال الكارت ما نبغيش يخرج من الدائره خص هي غادا وانت غادي معاها غدوز هاد الطبقه كامل دابا حنا بحال غادي نصري حنا غنديروه غنديروه بحال غنديروا بحال كل واحد كل واحد النوبه ديالو النوبه ديالو بسم الله انا الاول اخويا بسم الله فكرتني في الاعمال اليدويه ديال الرسم واحد كتاب كان عندنا في كاطريان ماشي كاطريان عقلت كيقول لك منين يدوز المسار اييه دير اقراص بحال كيوت اللي يلا بسم الله لا عندك راه تفاطري راه سير كاين الصوت ديالك كاينش الصوت ديالك ماشي مشكل ما خصكش تخرج ايوا عندك وهذا تسمعني هي وهذا تعصب كل واحد اشوف لا شوف ابراهيم دابا هنا كنوجدوك باش نشوفوا واش تقدر ولا لا ما تخلعتيش هنا هذه اللي قبيله تخلع هذيك خلاني نهضر وهذيك وين والله ما نكذبش ما طاجيتيش انا طاجي هذيك قلبي ما ضربش ما تهزش لا ما عرفتش
الصوت ما كاينش الصوت هو تدخل الصوت يلعب دور ابراهيم غنديروها للنادية دابا لا ما نجيبوش عثمان نجيبو ناديه هي نجيبو ناديه هي الاولى يلا سيري اسال سابعي دابا واش الاحماق احماق بجوج خلي هو بعدا لا ما نحماقش انا وخاكم شنو بالك لا 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 هذه تشجعتي فيها لا هذه ما تخلع لي حتى انا داروا لي داروا لي بناتي وما والو ما بقات قالت لي بابا اش كامل تحركتي لا 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 الصوت دخل محمد الصوت كبير انا دابا تخلعت والله ما ضريش راسي وقلبي كاين واحد القضيه ربما الى رجع الانسان للجن ما يتخلعش هذه المره نزيدو من الوسط شويه بالجنب خص يكون يكون قريب ليها خص يكون انفاس 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 عاطي وجهه ولكن حنا محمد الباف ويكون الصوت شويه خاصو يكون بعيد الصوت تخلع ها ها الصوت تخلع واه في العادات واه وقعت ليا دابا انا في الشنطي كنت خدام واحد النهار واحد الدري بدا تيعاود ليا خويا كنت في الدار وجات واحد المره دقات عليا مسكينه بقات فيا وقالت لي بغيت اتاي وبغيت هادي وبغيت هادي وبعد بقات يعاود ليا وقال لي وبغات تشدني بغات تقتلني ليايا قال لي وانا تفاتمت معاه وقطعت صباعه وهادي قال لي وجات مره اخرى عاوتاني وهربت ليا وجات عاوتاني بغات يعاود معايا خداني بشويه بشويه قال لي واحد النهار لقيت واحد المره مريحه مشيت عاد بقات فيا مالك يا مهمتي هادي هادي كيفاش تاكلي تشربي قال لي وانا نشوف صباعه مقطوع وانا غادي ساعه معاه في القيصه وانا مسوله قال لي ومهمتي من الصبية مقطوع قلت له ما عرفتي تقول له قالوا انت اللي خلع علي مع الهواء وانت قال له واحد الزيت تفضلوا قرسوا قرسوا حاجه ما تكونش دايره في الحسبان ما طادرهاش اصاحبي تجيك على على بغدا صاحبي راه خدمت تفوت لك فيها القلب كون صوت ما تقلع بالله صاحبي راسك السلام عليكم تفضلي مرحبا لاباس عليكم الوردي عزيز عليك الورد ها وراك نيت الوردي ايه الوردي لاباس اختي تفضلي قسي قسي حدا ابراهيم اجي اختي اجي قسي حدا اخوك كبيدان مرضيه مرضيه كتقول كبيدان ناديه مرحبا بك ربي يخليك محمد عرفتي علاش عيطنا لك ها علاش ابراهيم قال لك اسيدي قال لك راني كنخاف بالليل تخاف بالليل واش بصح ولا تيكذب علينا تيخاف بصح ها هو والله اقول كاينه ما نكذبش عليك والله لا خوف قال لك اسيدي واحد المره مشى يدي العشاء للقاسم قال لك عرفتي راه شدتني الخلعه ولقيت راسي ما عرفت فين غادي وهادي راه مشكله والله كتجي عديت كنجي هنايا بصح ني خايب دابا لا داق شي واحد ولا سمع حاشاك كلا تينا بحال شي حاجه تيقول لي نوضي انت هادي ولا لا هادي ولا لا انا الدقه انا وضيانه تيقول دابا ناديه على هاد على هاد على هاد الكلام اللي كنسمع دابا ناديه يمكن ما كتخافش هي قويه عليك اين ناديه حمي امك والله تقويه عليه بالله ايش نوض انا ماشي انت والله تضل نوض بالليل يا صاحبي واخا يضلوا الكلاب يغوضوا بالله لا لا وانت حقاش انت جاي من المدينه هي راه عايشه في العروبيه ولا خي محمد دابا الكلاب تيتنافع حاشاك اخويا والنوض انايا نبقى ما نعس ما نرقد ما نعس ما نرقد انايا حاجه بعد الناس ما شنو نعس شنو نرقد لا نعس واحد ما نعس ما غنعش انايا بقى ما غنعس نعس ما نرقد بعدا كيخاف من الخلع هذه ومنش غيكون كيخاف ناديه مش منش غيكون كيخاف غادي يخرج شي واحد يقول لك يخبطني يخرج شي حاجه تعضو ماشي من داك الشيء الاخر لا ماشي من داك الشيء الاخر وشو الاخر واش غير لا لا باش انت ما كتخافيش والا خرجتي وقلتي شي حاجه غنخاف هذيك الساعه دابا انت ما لا شنو شي حاجه ضروري غنخاف بلا بنادم ما كتخافيش منه بنادم ما كتخافيش منه لا 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 انت نخاف من بنادم اللي ما كاش ماشي من عندنا ولا كان من عندنا الا كان تعصى في يديك ولا شي حاجه الا كان تعصى في يديك ولا شي حاجه تخبطيه قلاوه يخبطني يا ربي راه عاد تبغي نفير شويه المهم شوف دابا شوف
المهم بعدا كتخافي من بنادم شي حاجه اخرى ما كتخافيش منها. لا خافش على الله. الانسان شوفي الانسان يقرا غير القران وهذاك الشيء ما عنده منين يخاف. هذا الشيء اللي كاين. المهم عندنا دابا ناديه واحد التحدي غادي نديروه دابا ملي تجمعنا كاملين غنديروا واحد التحدي. ها عبد الله ولا بناديه؟ لا باش ما كان ماشي مشكل ماشي. شتي هذيك النقطه اللي كتبان لك راه اللي كتبان لك دابا في التلفازه شتي النقطه الحمراء هذه كنعطيك واحد المسطره وغتبعيها ماشي مشكل. يشرح لك يشرح لك ابراهيم 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 شرح سير هز هز نوض نوض اجي واجي واجي اجي ابراهيم وناديه صافي خليها يوريها غير يوريها سهله ولكن هي اللي تتزرب شويه انا ما جديت دابا خصك خصك يدك ما تحيدش هنايا بها تقعد بحكه وتبقى بحكه غاديه معاه يدك ما تحيدش هي غتحرك هي غتحرك ما حاجه تزرب ولا دير شوفي دير لا خليها دير الصبع ديالها دير الصبع سيري 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 يلا سيري يلا دقيقة لا والله لا 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 هاي هات التلفزة هات التلفزة لا دخل على شي حاجة يلا تبعيها يلا تبعيها تبعيها ولكن ما تخرجش لا 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 الصبع ديالك يمشي معاها لا الصبع ديالك فيها وراه ما غاديش تربحي سيربي سيربي تتسبقي ما خصكيش تسبقيها لا 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 ما تسبقيهاش ما تسبقيهاش لا لا هاكا ديما نسال لك ما تخلعتيش بزاف اللي وقع ليا وقع ليا راه البلا بحالي ما خافتش عرفتي شكون اللي تخلع عندنا تخلعت الطاهرة وفاطمة هاد جوج تخلعت انا باقا نفكر ماشي لا حيت انا حنا دابا كنتعاودي معاه وتنقول شنو كاين انا راه عاجد قال لي شنو غادير شنو غادير جيت كندير جيت معاه قلت لك مصدومه لا راه اسمو خاخم ما درنيش راسي واخا خلعتني هذه راه دابا عاود يخلعني انا ودابا المن شكون الضحيه دابا المن عيطو الضحيه الاخر ها الضحيه بقى عاد نجيبوه ما يخافش حيت ما يخافش تاعك ما يخافش ايوا نشوفو نجربو الصوت لا الصوت هو اللي غيضرب لك هو ابنك وغيضرب لك فيه الصوت ما كنا نخافو حتى شعرك يوقف ما خافو ورا فيها الصوت لا لا الصوت جا ضعيف ومعطل ما جاش مع التصويره المهم برافو عليك ناديه انتوما دابا حنا كنديروا التجربه ليهم وانتوما كتشوفوا راه مزيان دابا ما يعني الخيل الخامو الضحيه الاخرى جايه احلام السلام عليكم السلام ورحمه الله عصر بخني لاباس عليكم الحمد لله مرحبا بك احلام ربي يخليك الله يحفظك حضرتي معنا اليوم اجتماع هام وقيل ها كاين اجتماع لا ماشي اجتماع غادي يحكيو لك شوفي هادو قاسم كيتحداوني قالوا لي راه ما تيخافوش ياك قالوا لي مولاي درس راجلك تيخاف واش بصح ها كريره سبعه انت راه عندكم عرفاش كيخاف ولا ما كيخاف لا واش تيخاف قال لك الا خرج بالليل راه تيخاف لا كيخرج كيجي حتى شي ما تيخافش ما كيخافش الله اعلم ممكن يجي حتى شي ايوا شنو دابا انتم عارفين اكثر من احلام هو خرج الا غرد يخاف ها واي واحد لا خرج الا غرد راه يخاف اي واحد باش الا غرد يخاف انت عمي ما كتخافش شكون كوت تنخاف ايوا دابا نجربوك قولي لنا غير قلنا حاجه وحده كيكذب عليا ابراهيم وناديه قالوا لي راه ابراهيم ما تيخافش واش بصح قال لك ابراهيم قوي على مولاي ادريس هي ابراهيم قوي هو شنو اللي قالوا لي انا سمعوا الدقائق راه ما عاد تخرجيش قالت له ابراهيم نوض قالت له قال لها ارقدي سكتي باش عينك غادي تكون نوضي انت وانت شو في كاميرا هذا انا نوضي انت لا لا مزح شوف من صراحه ما نكذبوش ماشي كيخاف وانما مسكين هو تيخدم بالنهار ياك كيجي عيان تيكون العكز باش ينوض لسميتو انت هادشي اللي كاين الكوار ديال السي الحسن وحنا كاع كنضربو تمارا تاع النوض اش قال لك عند الكوار واش انا خويا محمد ما عندي لا معزه الا حاولي لا بقره انا عين بحال الكلبه قلت لك غنوض انا نقعد ضروري
لا شوف خاصك تشوف اخي ابراهيم شنو كاين. وما عنديش انا تاني عندي دخل عندي جيت دخل عندي الشفر وخذ اللي بغيتي وبعد مني يلا خذ اسيدي يا مالك خويا مع الدراسه ولا ما عندي ما ندار معاك ما والو خذ اخويا بعدا من الدري حيت غير الدري لا تطلع عليه حتى غرت قال لك كنفر داك العذره مخلص هذاك ديال الاخرين قال لك خلي الدري والماء قلت لي ما هو هذا غنقتلو انا وي راه قتلو انت هذيك الساعه ما بقاش خايف قول لي اشنو بان لكم ديروا واحد التحدي كتبان لك الشاشه تما ياك هي كتبان الشاشه ما عرف باش انا نبدا دابا واش ابراهيم مع عبد الله ولا احلال خلي نجيب الوسط خلي انا نوريها شغل اجي اعطيها المسطره انا نوريها هذيك شوف هذيك الشاشه اللي كيبان لك نبغيك التركيز التركيز دابا هذيك الكره غتحرك ها ما تجيش صعيبه تتهرب الكره تتهرب لا المهم واخا تهرب خصك تركز معها زيد الصوت زيد الصوت دابا انت خدمت معايا انا بالله عليك عبد الله ما لا يمكن بلا مسطره ديري غالي يدنيش حيدي حيدي المسطره حيدي المسطره حيدي المسطره درت هذه الكره تزيد مع صبعك ما يخرج هنا لا وريها الصبع حط صبعك باش تحطيه هنا وتم غالي ولكن ما ولكن ما تفوتيهاش انت ما تفوتيهاش شويه لا لا ابلي يلا ركز زيد الصوت زيد الصوت بلاتي زيد الصوت زيد الصوت وانا جيت انا الاخر بغيت تبداو في لا بسم الله يلا يلا مشيها ولكن حضي هيا بلاتي هيا بلاتي خلي تزيد تزيد يلا يلا حضي هو ما يتحيدش ها ما تسقيش انت معايا نمشي عاد عبد الله حيت خنشوف ما تسقيها انت سقتيها وركزي ركزي مزيان في الصوره يلا ركزي ما تفوتكش ما تفوتكش ما تفوتكش هاك غادي غادي هادشي غير ما وجدناكش هادشي ما وجدنا انا قربت الشاشه والاخرين راه وجدناهم وكانوا خلعوا فيهم عاد باش ديناهم تما اما شتي ولا فيها بصح قبيله ما خدمناش الصوت هي الاولى وهي الاولى وهي الاولى هي الاولى هي راه دارت بحالك ابراهيم ما بعدا ما خافش من التلفازه خاف غير من الطهر خلعنا بانو جنسينا والله انا ما كنقول لك دابا الا قلتي شي راجل راه ابراهيم خلعاتو الطهر كي غادي والله تيجي كل حاجه عيفه ما عليه ما عند راجل قلنا واش الصح مريض يسوي شيء تخلعوا هذه ولا ما تخلعوش محال ما تخلعش لا ما نضمش انا عرفتي علاش انا بقيت مراكزه مع ديك الكره الحمراء الكره انا بصح هذاك راه هذيك تما الشاشه دابا باش ما تسبقنيش قربت علاش علاش عيدنا لك الكارط باش تقربي للشاشه باش ما تسبقنيش واش راني عاد جرياتي باش باش قلبي بقى الصوره ضربه
والله الفيا الفيا تحسوك فيهم من الدرد هادو غادي تجي راه جبت داك هذا العيب جبت لي راه بس ما تكذبش عليك والله تكذب باش زعما تيقني وانت ما تبقى تهرب لي داك الكره بغيت متبعاه متبعاه باش ما تسبقنيش قلت لك ما تقرب تخرج وترجع كنت تولي معاها عاوداني باش نحط صبعي عليها ما بقاش غادي جايه بقيت مركزه غير خشيت وجهي في التلفازه مع طلعت مع خرجي لك انا عرفتي غادي تطلع تضربني من هنا والطهره تاع ابراهيم والشوق اللي برجلي بحال الشوق برجلي الله يشافيك الشوق ديال الطرح ما عمرها واقيلا طرحني فينا عندك قويه ما قلت لكمش رعتي من ما غيتخلعش ما تخلعش تما راه عارف هذا كيخاش عارف شنو كاين من الخلعه ديال السكري هذه في الزهره حيدها ديك الصاحب حيدها حيدها بقاش يتسوق له الخلعه حيدها خويا ملي منين تخلعتي لا كنخاف انا بزاف الصور ديالي اه والله ما نكذب عليك صغري اخي محمد دوزو خلع اخي باش قلت يخرجوا ليا البنات حاشاك الطوال والله اخويا ما نكذب عليك وصافي ما بقاش نخاف اخويا من نهار اللي جيت من دزت من واحد الروضه ديال سيدي الفوسي دزت منها بلي بوحدي صافي انت ما بقاش نخاف الطره تاع جاي من تما وتميت بالخلعه لا والله ما نخافش منهم حيت واحد النهار خسرت لنا الطوموبيل في القبور والله العظيم محمد مشى باش يجيب يا الله خايت قال لي والله ما خفت ولا اني حتى بس درا نخاف لا القبور ما تخافيش منهم انا جربتها مأمنين المساجد والقبور كنهضر معاك انا غنقول غينوض شي حد مندم لا والو ما ينوض حتى واحد ايوا هو ناض يوم عرض وغا بنادم بحالنا بحالو يلا يا ودي خاي لا واخا الميت خاي دابا الطهره ما جرباتش داك الله يرحمو مساك الله يرحمو لا انا ما خفتش والله ما خفتش على وما نسكنوش حنا تما عا غندوز على الرابطه وباقي غنسكنو تما غنسكنو ولا راه كنفكر بهذه ديال السكين اه غنسكنو تما كنفكر بها مع دا مره غنبقي كتسدك غير باش غادي نمشي وغادي نعس في قبري والدنيا غتجي بحالها وانا عقا طيب بصح بدلنا اشنو اشنو غنقول لكم غنقول لكم حنا غير ما عرفتش الفكر دايره ماشي ذنوب ولا ما بلا ذنوب ضروري كنبقى واحد العقاب باقي تابعنا راه ضروري كيتابعوا بصح انتم دايرين شويه من غير رحمه الله في الحاله مهزن شويه انتم ما دام حتى حاجه لا معمره معمره انتم يا خويا اسمح لنا الا غلطنا في شي حاجه يا ربي يا ربي غير الرحمه ديال الله ما تصيبطني لا خويا بحالي وحمق العربي راه زلك لا النعاس 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 قالك عندي خويا وهو هبيل ما عندوش عقل طيطج اللي نعس مشى بحالو طيطج ما بغاش نوضو النعاس والنعاس تيجيو يمشي والخير هذا الشيء اللي غنقول لك الله يرحمها الطاهره كاين واحد الدعاء عافاك مع واحد اختي رحمه مرحبا كاينه في فرنسا ولد ولدها نعس في السبيطار الله يسلمك قالك عافاك كيما قولي الطاهره ادعي معايا دابا راه تفكرتها وانا نقول غادي نقول رحمة أختي العزيزة وأخوتي العزاز كاملين بغينا الله يسترك أمين. الله يحفظك أمين يجزيك يسد عليك بغينا الوليد الله يشافيه ويعافيه ويخرج على خير وفي خير وينسى هاد الهموم كلها وينسى الجرح كامل ويصح السلامة الله يشافيه ويعافيه ويكون معاه العزيزة الله يسترك ويحفظك ويحفظك هاد الوليد ولعدك شوديدات كاملين الله يسترهم راكم عزاز كاملين وغاليين كاملين الله يكون معكم أخوتي الله يستركم ويحفظكم ونجيكم كاملين الاعزاز امين امين الحمد لله والمشاهدين الكامل عافاك وكاينه واحد السيده اللي سميتها فاطمه كاينه في هولندا مرحبا ادعي معها الله يحفظك بالصحيحه يا ربي امين لاله فاطمه الزينه الله يسترك أمين. الله يحفظك أمين. الله يجزيك بزاف عليك بغيناك الخير ودي سير بالصحه والسلامه أمين. الله ينور طرقانك الله ينقي طرقانك بغيناك العز
آمين. أو الراحة أو الهنا مع زمانك مع وليداتك مع أحبابك. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. كلكم عزاز علي انت كدعي اختي وعدت ما تضحك وراه شي وعدت ما تضحك باش ما غنضحكش واخا قلت لي تعجبني باش نضحك غادي نضحك هيا كتخرجها من القلب اشنو كتشوف بيكم حيت عزاء راكم عزاز وغاليين كلكم كنعناكم الزينات والزوينات راكم عزاز وغاليين كتقولوا امين من القلب تنشوف فيكم هذيك الشوفه ديال البراءه نقول يا ربي عرفتي علاش غنقول لك واحد الحاجه معايا انا شوف غندعيو معاك علاش نعيد عينا معاه عينا معاه عينا معاه واش يدير الله ضرب والله ظاهرة علاش حسيت بالدولي سير يا وريد خويا قال لها سير يا عمتي سير وريد خويا الله يحفظك الله يجزيك وهاديك شي مهنه وتكون زوينه سهله مهله وهاديك شي خبيزه وشي تزيق ويكون زوين وهاديك وليدي وهاديك تبدل وزن عقلك شي مره تهرس فيك راسك مابقاش حاسب ليك وانا غادي نكون معاك والصلاه وزيد على صادك وعلى دينك والله تكون بغاك تكون مع المحسنين ومع الناس الزوينين اللي كيحبوك لا من الله تسمع نصيبتك ومرت تلعب بعدك خلينا نعطي بعد الوالدين تكون معاك ورضات الميمه ورضات الوالد ورضات جدك ورضات تاع عماتك بغينا هي توصلك وشي ما تكون شي مهنه تكون زوينه امين امين واش قلت لك هزه ولا ما قلتلكش هزه هز ها هز ما قلتلكش توقعت تسمع نسيبتك ومرتك قلت لك ساقع عمر ولا لا عمر هو مسكر غا شريف ابو هالي ولا مرت ما يسمع ليك ها سيبتو ما يسمع ليك كيف جيت قاعد تهزيت لي ديال السماء لا 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 اعتمل لا 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 راه يضربك غير ضربه وحده نهراس طردك واحد نهراس طردك الله يستر الله يستر بحال ما كان زيد لي يدي طردك نهراس هشتي لا لا واش كنقول معاك كاينه كاينه لا لا بصح بصح كاينه ديال الحديد ديال الحديد اه بصح وكان في اليدين محدب كاينه طردي وما طايقونيش هو محدد قالت لي قالت لي ولدي هذه ما تقولها لحد اليوم هنا انا بقيت غير واحد محدد ما عندك تقولها لشي حد لا ما نقولهاش لا ما تقولها لا قدام الكاميرا ولا لا 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 ما قالتها لا هو ما قالتها واحد عندك يسمعوك المشاهدين ولا شي حاجه انت مشيتي تزيد لي ديتي طردك الله يجي عم تعيش فيا واخا تزيد كندير لكم عطري حتى حاجه عم تعيش خليني خلي دعاوية راه خاصني خليه يبارك فيك تمشي تبغي تمشي للمسجد تدعي في شي وحدين تلقاهم قاعد القدام عثمان عثمان قال واحد الحاجه والله الا نصيحه من عندي انا كنديرها كندعي ولكن دابا تنقول الله يهديهم تنقول الله يهديهم عرفتي علاش واخا يتعدى انا بعد المرات كيضروك في القلب ولكن دابا ولينا كنقولوا الله يهديهم الله يسمح لهم الله يسمح للجميع الله يسمح للجميع وسمحوا لنا حتى انتم اخوتي انا اللي ضرني وقلت سمعتي كلمه ما كاينش نقول حسبي الله ونعم الوكيل هذيك الكلمه زوينه هذيك الكلمه تقوليها حسبي الله ونعم الوكيل الله هو اللي كاين ما نجاوب ما غنهضر ما نقول شنو قلتي ولا ما قلتيش صافي انا كننسى الطهره الحمد لله ربي كينسين ايوا الحمد لله كندوز واحد المده كننسى واش قلتي لي شي حاجه ولا درتي فيا شي حاجه مزيان رميته من مورايا تنولي نفكر من قدام اش مزيان هذاك الشيء كاين ووصلنا للنهايه ديال الفيديو شكرا لكم بزاف وسمحوا لنا بزاف انتم اخوتنا سمحوا لنا الله يجزيكم بخير والله يحفظكم وراكم عزاز وغاليين بسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله بحول الله وخلنا لكم الراحه شي مقلب اخر ان شاء الله يحفظ عندك يكون مقلب فيا انايا نتمنى ولا في عثمان لا باقي باقي نبت عثمان باقي نبت عثمان يلاه بسلام عليكم